كان لك خلاف مع محمد العوضي وصار في ردود افعال وكذا في هذا الموضوع. ايه اسبابه شنو؟ ما كان عندي، انا ما عندي خلاف معه شخصيا. نعم. يعني ما التقيت فيه ولا بس هو طلع اتكلم كلام. يعني انا مثلا فيصل، انت ترضى انا اطلع اتكلم عن انت شلون تدير شغلك كمذيع؟ لا. تتقبلها مني انا كفاشينيستا؟ لا ما اتقبلها. ما اتقبلها انا في انت رجل دين، تكلمت عن مكياج وانا علقت لان خلاص مسخت يعني. يعني تو ماتش. اوكي اللي يبي ينتقد شيء واللي يبي يتمسخر بالاسلوب شيء وبمجال له، انت المفروض وين؟ المفروض احنا اللي نسمع لك واحنا اللي ناخذ من نصايحك واحنا اللي ممكن نعدل الامور فينا. مو تطلع حتى تتكلم عن فاونديشن وقروش ويأشر كذي يعني. ريال عود، انت خلي كنت رجل دين ريال عود. وانا علقت على شيء انه هو لما يتكلم لا يتكلم عن شيء مو موجود عنده بالبيت. لا حد يعلق عن شيء موجود عنده بالبيت لان هذا نفاق. وهذا اللي انا رديت عليه بس. وانا اي احد مثلا يتدخل بمجال مو بمجاله، مثلا انا اتقبل تي ممثله تعلق علي، ممثل، مذيع، ناقد، كاتب، هذا لان تقريبا بنفس، احنا الحين تقريبا بنفس المجال. اتفهم. بس ما اتفهم واحد برا مجال وعمر معين وريال عوده. ما اتقبلها وما رضيت حتى على البنات صراحه. مو بس على نفسي.